قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. وهذه الآية فيها رد على فرقة من فرق الضلال اليوم، التبليغ. انتبهوا، لا يدعون على طريقة الأنبياء، يدعون للتوحيد. هل يتبعون سبيل النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد؟ بل إذا حذرت من الشرك معهم وقلت هذه بدعة وهذه كذا طردوك من الجمع. ولا يدعون على بصيرة، على علم، جهل. حدثنا الشيخ مقبل من هذه الوادعي يقول حدثني رجل زاروه التبليغ وقالوا له اخرج معنا، يقول فخرج من باب الفضول ودرنا فجاء يوم من الايام وانا معهم، قالوا يلا يا فلان عليك البيان. قال لهم يا جماعه انا اول مره اخرج وشارب ربما الدخان. قالوا انت قم ويفتح الله عليك فتوحات الهيه، بس انت قم خلاص. يقول فقمت والله لما رايت الناس انعجب الفم سكر، ما قدرت اتكلم، صرت انظر للناس وابكي. يقول القران معلق، يقول صرت اشرع القران، بقول للناس تمسكوا بالقران بس ما عندي غيرك، ما قدرت، فصرت اشر على القران واضرب، يعني تمسكوا بهذا. ثم بكيت. يقول فقال شيخنا، الشيخ بكي من خشيه الله، قال والله بكيت من الجهل. نحن لا نقول لكم لا تدعوا الى الله، لكن اولا ادعوا للتوحيد. ايش فائده تقول الناس صلوا وصوموا وهم يطوفون حول القبور وهم يدعون غير الله؟ كيف يقبل منهم الصيام؟ ثم على بصيرة، كيف عندك قدرة 40 يوم تلف العالم كله، 40 يوم تلف العالم كله ولا عندك قدرة تجلس ساعتين في أسبوع تتعلم؟ ها، صح ولا مو بصح؟